إن جماعة العدل والإحسان أرادت لهذه الأمة وأرادت لهذا الشعب العزة والكرامة والسؤدد والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه الجماعة أرادت أن تكون مع الشعب وأن تكون في خدمة الشعب وأن تكون من الشعب لكي تسعده في الدنيا بأن يتحقق العدل وأن تسعده في الآخرة بأن يتحقق الإحسان. إن هذه الجماعة أبت رغم المساومات، أبت رغم الإغراءات أن تطأطئ رأسها وأن تتوجه لغير الحاكمين الحقيقيين في هذا البلد وتقول لهم: أنتم المسؤولون عن المأساة هذا الشعب، أنتم المسؤولون عن الفساد المستشري في هذا الشعب، أنتم المسؤولون عن الظلم، أنتم المسؤولون عن التفقير، أنتم المسؤولون عن التجويع. تقولها للحكام الحقيقيين، تقولها للمخزن مباشرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. العدل والإحسان أن تشتغل بهذه المؤسسة أو ذاك، أو أن تشتغل بهذا الشخص أو ذاك، إنما تذهب إلى عيني وإلى صلب الموضوع. لهذا الجماعة مستهدفة، ولهذا الجماعة تسلك مع كل الوسائل. اعتقلنا، قتلنا، شردنا، كل الوسائل. وفي النهاية وفي الأخير يتخذ وسائل قذرة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الانحصار والانغلاق والفشل الذي تعيشه المخزن ويعيشه أتباع المخزن. بفضلك مولانا جود علينا وليك منطقة والجبار علينا. بفضلك مولانا جود علينا وليك منطقة والجبار علينا. بفضلك مولانا جود علينا وهذه الوسائل، إنهم بهذه الوسائل القذرة وبهذه الممارسات الدنيئة أقول بأنكم تجتازون الخط الأحمر، تجتازون الخط الأحمر. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يركعوا هذه الجماعة، يريدون أن ينالوا من عزيمة وإرادة هذه الجماعة. الأمر الثاني، فإننا نبشرهم لن تركع هذه الجماعة ولن تتراجع هذه الجماعة. وكما كانت جماعة مرفوعة الرأس في عهد مؤسسها الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، كما عاش مرفوع الرأس يقول كلمة الحق، فإن أبناء الشيخ عبد السلام ياسين سيبقون مرفوعي الرأس، وجماعة العدل والإحسان ستبقى مرفوعة الرأس تقول كلمة الحق ولن تركع ولن تستسلم ولن تعطي الدنيا. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. الأمر الثالث، نحن ماضون في طريقنا، نحن ماضون في أهدافنا، نحن لا نريد لهذا الشعب إلا الخير، نحن لا نريد لهذا الشعب إلا السعادة، نحن لا نريد لهذا الشعب إلا الكرامة، ولا نريد لهذه الأمة والإنسانية إلا الخير، لأن منبتنا ومنبعنا هو إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة، كان رحمة لهذه الأمة ولهذه الإنسانية. فنحن ندعو الناس لكي يرجعوا إلى سنة رسول الله، إلى إرث رسول الله، ليعيشوا سعادة الدنيا والآخرة، ونحن ماضون في هذا الطريق لا نتراجع. الأمر الرابع للإخوة في جماعة العدل والإحسان وللأخوات في جماعة العدل والإحسان، أنتم مستهدفون في أرزاقكم، أنتم مستهدفون في أبنائكم، أنتم مستهدفون في شرفكم، أنتم مستهدفون في حريتكم، أنتم مستهدفون من كل باب.
فلنرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأن نعلم إنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وأن نعلم أن مؤامراتهم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن نعلم أن مؤامراتهم وكيدهم بالليل والنهار تشارك فيه شياطين الإنس، وتشارك فيه شياطين الجن، وتشارك فيه أيادي من الداخل، وتشارك فيه أيادي من الخارج، فمكرهم كبير ومؤامرتهم كبيرة، لكن لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، فالله أجل وأعظم وأكبر، فنحن الضعفاء وهو الكبير، وهو الذي سينصرنا إن شاء الله عز وجل. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. ختاما أيها الإخوة، شكر جزيل لكل من ساند جماعة العدل والإحسان في هذه المحنة، لأن هذه المحنة هي ليست محنة الدكتور مصطفى، ولا محنة زوجته، ولا محنة أبنائه، ولا محنة الأسرة الصغيرة، هذه محنة جماعة العدل والإحسان. فإنني أشكر نيابة عن الجماعة كل من ساند، كل من تضامن من شخصيات، من مثقفين، من قيادات حزبية، من قيادات نقابية، من قيادات حقوقية، الكل اتصل، الكل تضامن، الكل أزر، من محامين، من صحفيين، من شخصيات متعددة، وإذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الجماعة في قلوب الشعب، وعن مكانة الجماعة عند الناس، وبأن هذه الخزيعبلات وهذه السيناريوهات لن تنال منا شيئا، فارتاحوا، لن تنال منا شيئا، سنبقى إن شاء الله مرفوع الرؤوس، سنبقى إن شاء الله في طريقنا، لن نتراجع ولن نتزعزع بحول الله وقوته، وجزاكم الله خيرا على وقوفكم وعلى تضامنكم، وجزى الله خيرا خيرا أخونا مصطفى على ثباته وعلى صموده، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يتيبه، وأجزى الله خيرا أكثر من ذلك هو زوجته على ثباتها وصمودها وتضامنها وباقي الأسرة، أكرمكم الله ربنا.